ديك الشهريه ياك استمعنا بامعان للخطاب ديال الجلاله الملك وقت البرلمان جلسه التحيه ديال البرلمان وكيفاش كيفاش جلاله الملك يعني كان بالنسبه ليا انا كرأي الشخصي كيفاش كان واحد كان عنده خطاب متكامل خطاب شامل بدا افتتاح بالسلسال يعني كيفاش الشعب المغربي موه بالتضامن ديال الشعب المغربي ومنطنجة الكبيرة كيفاش حنا الشعب متضامن الشعب اللي عطى درس للعالم يعني العالم نسى الزلزال والناس كيفاش قد ما بقى كيهضر على التضامن على التماسك على التقارب على الحب ديال المغاربة لبعضياتهم كيفاش حنا كحديقة جلالة الملك حنا كنبياني مرصوص يعني جسم واحد مجتمع مدني مجتمع سياسي المهم في الاخر كنبقى انا مواطنة مغربية يعني كنحسوا بخواتاتنا فين ما كانوا يعني طنجة من طنجة الكبيرة كيفاش كذلك نتكلم على مدونات الأسرة بحال دابا حنا كنعرفوا ان دوزت ما دوزت يعني تقريبا 20 عام من خرجت من مدونة الأسرة دابا يعني حنا وقت التغيير وجاي وحنا مع مخرج التوسيط ديال اللجنه المشتركه اللي عينها جلالة الملك أكيد يعني مدونة الأسرة شنو باش نحافظوا على الأسرة لما كانت الأسرة مجتمع كيفاش الأسرة اليوم عندها كيفاش عندها واحد الدور ديال باش التنشئة التربية كيفاش أنها باش كتربي لك الأجيال ديال المستقبل حيت الطفل اليوم هو المستقبل ديال غدا دونك خصنا نربيوه مزيان خصو يكون ومن هنا نجيك النقطة الثالثة يعني الدعم المباشر يعني هاد الأسرة باش تربي مزيان خص يكون عندها تعليم جيد صحة جيدة تعمل الحماية الاجتماعية ملي نقولوا الصحة أكيد كنهضروا على الحماية الاجتماعية اللي دار عليها سيدنا واش السجل الاجتماعي الواحد اللي كي اللي يخلينا اننا كيفاش نسيب ليه الناس يعني الناس الاسر العشاء باش خصنا هادشي يمشي بلاصتو خصنا هاد المره الدعم يمشي بلاصتو يمشي الاسر المعوزه يمشي الاطفال في وضعيات اعاقه يمشيو الناس اللي محتاجه حنا كبرلمانيين سيدنا قال ان دابا دور البرلمانيين دور الحكومه خصنا كيفاش نفكروا باش اننا يكون كاين واحد الاستدامه ديال هاد الدعم المباشر وشكرا شكرا.